هنا في مدينة عزان يأتي هذا العرس الجماعي للاحتفاء ب 120 شابا وشابة من أبناء مديرية ميفعة ضمن مشروع العفاف في موسمه العاشر. مشاعر الفرح والسرور تطغى على المكان في هذا العرس الجماعي الذي تتبناه مؤسسة قافلة الخير التنموية بدعم من بعض رجال الأعمال والميسورين من المغتربين طيلة السنوات الماضية. وخلال العامين الماضيين ساهمت أيضا منظمة التكافل الإنساني في دعم هذا المشروع الذي بات تقليدا سنويا في مديرية ميفعة، وذلك لمساعدة الشباب على الزواج والتخفيف من تكاليفه. مبادرة حظيت بارتياح في أوساط المجتمع كونها تعكس صور التكافل الاجتماعي، خصوصا في ظل الوضع الراهن والتدهور الاقتصادي لأغلب الأسر، على أمل أن يشمل المشروع كافة مديريات المحافظة. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوه.